أكيد مشاهدينا مكملين أيضا بصباحنا غير بحلقات خاصة بذكرى الخمسة لانتصار حلب، وأكيد مع ضيفتنا المميزة رح تحكي لنا أكثر أيضا عن أقسام المتحف الوطني بحلب. أكيد زينب، مكملين بمحطاتنا لليوم ونحن ضمن المتحف الوطني، وأيضا أمينة المتحف الكلاسيكي دسبيانا بسلان، ورح تعرفنا أكثر عن المتحف الكلاسيكي محتوياته، وأيضا رحلة من رحل الحفاظ على التاريخ والثقافة والهوية السورية كانت بأمانتون. يسعد صباحك، صباح الخير. صباحك يا رب، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلب ومتحف حلب. يسعد صباحك. يعني خلينا نبدأ، نحن عم نحكي عن انه المتحف الوطني ترمم له سنتين. تمام. اول شيء قد ايه لك عم تشتغلي بالمتحف الوطني بحلب؟ كيف شفتي انت بعد الترميم بتنظيمه باقسامه؟ تمام، هلا انا موظفة بالمتحف من عام 2013. المتحف اترمم من سنتين بال2019. تمام. اترمم من قاعتين فيه بس. فعليا القسم الكلاسيكي فيه كان هو قبل الحرب كان عبارة عن قاعة كتير كبيرة فيها الفترات الكلاسيكية كاملة، من يوناني روماني بيزنطي، من مواقع بسوريا، مكتشفات بمواقع بسوريا. بال2019 لما ترمم المتحف تم عرض 6 خزائن للقسم الكلاسيكي، بتتضمن كل الفترات من حلي ذهبية وأواني فخارية وتماثيل، إضافة لأواني زجاجية وأسرجة فخارية وأسرجة برونزية. إضافة لذلك في منحوتات حجرية كتير كبيرة لآلهة ولتماثيل كلاسيكية. وبالحديقة الخارجية أيضا للمتحف في عنا منحوتات حجرية للفترة الكلاسيكية. المتحف لما ترمم هو كان إنجاز كتير كبير بعد الأزمة اللي عشناها والحرب، بعد ما تدمر كتير أقسام فيه. قدرنا نرجع نعيد افتتاح المتحف بالجهود اللي موجودة كانت، والعالم كله اللي اشتغلت، وعادوا افتتاح المتحف بقاعتينه. حلو كتير. يعني تسبينا وانت عم تحكي، طبعا كنا قبل شوي عم نحكي مع الاستاذ احمد تمام. وحكينا حضرتك والاستاذ احمد من الكادر القديم اللي كان موجود تماما واستمر بعمله. خلينا نحكي عن هي المرحلة، ايضا هي مرحلة كتير مهمة من عملكم، كانت الحفاظ على تراث حلب وايضا تراث سوريا، لانه مثل ما حكينا المعرض او المتحف بشكل عام بيتم بيحفظ اهم الاثار بكل الحقبات التاريخية. تماما هو المتحف حلب هو متحف وطني بيضم الآثار من كل المحافظات السورية، مو بس من مدينة حلب. هلا الفترة اللي كانت هي فترة كتير صعبة، كانت اشتغلنا فيها وقدرنا نحاول بال2015 نحن نحمي القطاع ونضبهم ننقلهم. يتم عملية النقل كرمال كان المتحف هو خط مواجهة، وكان خطر على القطاع بشكل كتير كبير. اللي قدرنا ننقله نقلناه، اللي ما قدرنا ننقله حميناه بموقعه، تم حمايته كرمال ما يتأذى أو ما يصير فيه أي ضرر. الفريق كامل اشتغل بكل الجهود اللي موجودة، عملوا بهذا الموضوع. كان الشغل من الصبح للمساء بشكل كامل كرمال تتم الحماية بالموارد اللي كانت متوفرة بالمتحف. نعم. طيب اليوم كمان كيف عم تشوفي أهم شيء ردود فعل الناس أو الزوار، زوار المتحف كمان كان له زوار قديمين لساتهم عم بيزوروا المتحف بعد الترميم، كيف عم طبعا تشوفي هيك ردود الفعل، الملاحظات، كيف عم تشوفي بعد؟ هلا الزوار القديمين اللي كان يجوا هن كتير زعلانين، لانه ما كل المتحف تم افتتاحه للاسف، هو بس قاعتين اللي قدرنا نرممهم لحد الان. بس بنفس الوقت هن مبسوطين انه نحن قدرنا نحافظ على الاثار نفسها، ما تضرر فيها اي شيء، عم يرجعوا صحيح. بيرجعوا بشوفوا التراث مره ثانيه نفسه. تمام. أكيد يعني كمان اليوم عم بيشوفوا الآثار نفسها وعم بيشوفوها بطريقة عرض حديثة، تمام. وباعتبار حضرتك أمينة متحف الكلاسيكي خلينا نحكي هيك عن كيف شفتي بعد ما ترمم، ويعني عاد جزء منه من اللي كان سابقا، وقديش اليوم في مسؤولية عليكم حتى خلال لما بيدخل الزوار وبتقدموا لهم، يعني اليوم المتحف هو آثار.
تماما. هلا المتحف الكلاسيكي هو كتير منيح انه نقدر نحن نعرض منه اجزاء من المتحف المتضرر القديم. الزوار لما عم يجوا هي مسؤوليه كثير كبيره علينا انه نحن نحافظ على الموجود ونقدر نوثق اللي موجود ونرمم ونضل بحاله صيانه دائمه للقطع الموجوده، ونشرح للزائر اهميه هي الاثار ليقدروا يحافظوا عليها، شو بتعني لهم، لانه هي ما بس مجرد اثار، يعني هي ما بس ملك واحد، هي ملك كل سوريا او صحيح. ملك كل الحضاره بشكل عام، لانه بتحكي عن كل الحضارات اللي كانت موجوده هون. كثير مهم نزيد الوعي للعالم، نحببهم بالاثار وحتى حسوا هي ملكهم، يعني كل واحد هي ملكه، ما ملك واحد بس، هي ملك كل السوريين الموجودين. نعم، يعني الواحد بس يتجول بالمتحف الوطني بصير عنده حالة من الانبهار، برجعوا هيك العقل لورا لأفكار من وقت الإنسان القديم بسوريا بالحقب أو الآثار الموجودة بالمتحف. تخبرينا اليوم عن إذا كان الزوار هيك عندهم هذا الهاجس، فكيف أنتم اللي كنتوا بالمتحف؟ يعني كنا عم نحكي مع الأستاذ أحمد عن حماية الآثار، كنا عم نحكي عن هذا الهاجس، الخوف على تاريخ وثقافة وحضارة سوريا. خبرينا أنت أكثر هيك شيء كنت خايفة عليه بالآثار، أكثر شيء هاجس كنت متخوفة منه لكن الحمد لله تم يعني استرجاعه. هلا للصراحة هو كان كثير خوف بالنسبة لنا، لأنه مسؤولية، لأنه ما احنا مسؤولين إننا نحمي هدول القطاع كرمال ما يصيبون شيء، لأنه هم ما مثلونا بس، مثلوا كل الحضارة، فبالتالي كانت مسؤولية كثير كبيرة. كنا نحاول نشتغل قدر المستطاع نحمي أكبر قدر ممكن ونقدر ننقله ونحافظ عليه. كتير حلو انه كلياتنا اشتغلنا سوا بفقتها، ما كان حدا حاسس بالخوف، ما كان حدا عنده مشكله. كنا ننزل نعرف انه خطر ونعرف انه ممكن يصير معنا شيء، بس كنا ننزل لانه نحن يعني همنا كان شغلتنا انه نحن نحمي هدول القطع ونحافظ عليهم كرمال ما يتضرروا. نعم، يعني اكيد بدي اقول دائما يعطيكم الف عافيه، انتم جنود خفيين ولولا اكيد اصراركم على انه تحافظوا وبقائكم رغم تضرر المكان، وكنتوا مثل الجنود اللي على الجبهه، انتم عملتوا هون متاريس خاصه لتحموا قد اكبر قدر ممكن بتقدروا عليه، والحمد لله انه موجوده اثارنا. بنعرف بعض الاماكن اللي تضررت ودخل عليها الارهاب ودخلت عليها تنظيمات الارهابيه، سرقت الاثار السوريه الى الخارج وباعها، وهي كانت من اكبر المشاكل اللي مرت طبعا على سوريا بسبب هي الحرب الارهابيه. اليوم قد ايه بتحسي في هيك فرح وانت موجوده بهذا المتحف عم تشوفي قاعاته، بتطلع هيك بتقولي رجع من اول وجديد، قدرت تحسي بهذا الشعور؟ تماما، هو شعور كثير حلو انه الحمد لله ما في شيء انسرق من عنا، ما في شيء تضرر، كله بامان، واهم شيء حتى العالم اللي كانت موجوده بامان، يعني العالم اللي اشتغلت وتعبت من اصغر حدا لاكبر حدا ما حدا تضرر منه، وقدرنا نحافظ على العالم وقدرنا نحافظ على القطع اللي موجوده هون. شعور كثير حلو، بتحسي حالك انه انت مبسوطه انه انت موجوده بالمتحف، كنتي حميتيه وشايفتيه مفتوح والعالم عم بتفوت عليه من اول وجديد وبامان. شعور كثير حلو. طب شو القسم هيك اللي بتتمني ينفتح او اعاده ترميمه بعد القسمين هدول هيك؟ قسم هلا للامانه المتحف كله، لانه المتحف كله بس اكيد في قسم اهم، في اولويات يعني. تماما، هلا احنا الطابق الثاني اللي هو فيه الكلاسيكي والاسلامي والفن الحديث، هو قسم مترابط، يعني انت بتبلشي بتفوتي على المتحف من بدايه التاريخ تمام لا تطلعي من المتحف للفن الحديث، للوحات الحديثه اللي مرسومه، فهي حلقه متواصله مترابطه مع بعضها. نعم تماما، يعني ونحن عم نحكي معك دائما هيك بما انه نحن موجودين طبعا بذكرى الانتصار الخامسه، قريبا ايضا اعياد الميلاد وعيد راس السنه، خلينا نحكي هيك قديش بتشوفي انت كبنت حلب ايضا وقت بتمشي هلا عم نشوف المدينه القديمه، السنه خان الشونه، السنه وايضا خان الحرير السنه الماضيه، خان السقطيه، ساحه الفستق، كلها هي وانت اساسا اثار ومتاحف، فبالنسبه لك بتعني لك هي الاثار كباحثه ومختصة بهذا الشأن، غير أنه أنت كبنت حلب ده بتشوفي هاي الآثار شوي بلشت ترجع؟ هلأ بلشت الآثار قبل الحرب أنا كنت بعرفها وشفتها بالحرب، وكتير مبسوطة أنه هي عم تقدر ترجع من أول وجديد، عم نقدر منرجع شيء من اللي كان موجود وعم ترجع بتتعمر من أول وجديد، فهذا شيء كتير ظريف وكتير حلو، يعني نحن نقدر نشوفه وعم نشوف العالم عم ترجع، يعني حتى الأسواق رجعت فتحت، فينا نقدر نرجع نروح لهنيك والحياة طبيعية عم ترجع. اي اكثر هيك قسم بيعمل لك هيك حاله من مثل ما بنقول
التفكير العميق، خلينا نقول تفكري بتاريخ سوريا قبل الميلاد حتى. تماما. هلا هذا سؤال ما بينسأل إلا آثارية، عرفتي؟ لأنه هو لأنه كل هو القطع مترابط، تماما بس دائما يعني في شيء معين بيجذب هي الفكرة من اللحظة على اللي أنت الآثار. بتدخلي فيها من باب المتحف بتحسي حالك أنت رجعتي تعيشي كيف كانوا عايشين، يعني أنت بترجعي بتعيشي الحالة اللي كانوا عايشينها، كيف كانوا يستخدموا أدواتهم، كيف كانوا يصنعوها. فهي رحلة بتمشيها من كل هلا القاعات لاحظنا انه كمان كاتبين معلومات يعني عن كل بلغات بلغات عن تماما. اكثر الاثار. خبرونا كمان عن هي الفكره وشو اللغات استخدمتوها. هلا هي عموما العربي والانجليزي اضافه لبعض اللغات حسب البعثات اللي كانت مشتغله كانوا تمام يضيفوا اللغات عليها. هن اساسيات اللغه العربيه طبعا للزوار اللي يتكلمون العربيه والانجليزي للاجانب. تقريبا في شرح مفصل عن كل قطعه موجوده، اضافه انه اذا حدا حابب يستفسر اكثر ففينه يسال من الموجودين بيضيف. تماما بيقدر أكيد. بيشرح يعني هيك التفاصيل. رحلة ثقافية تراثية تاريخية كانت معك سبينا بسلامنا، نتشكرك شكرا كثير أكيد. ونحن لكم. مكملين بصباحنا ضمن هاي المحطات المتنوعة بصرح من أهم الصروح الثقافية بحلب. أكيد نتشكر وجودك معنا، شكرا شكرا لك. كثير لكم، يسلمون. شكرا.